دكتور رند، رأي حضرتك ايه؟ هو انا الى حد علمي طبعا دكتور عمرو يصلح لي لو انا غلط، بس المفروض كده كده ان الزوج وفقا للشرع لازم يخطر زوجته قبل الزواج بزوجة تانية، صح كده؟ هو خلاص ولها الحق. ولي الامر، ولي الامر جعل هذا، جعل هذا شرطا عشان وخلاص، وتم اقراره للاخطار بالقانون انه يختار اقول تمام او تكمل لا. او ما تكملش، والله انما سلب يعني الراجل حريته في القرار التشريعي الالهي، ما حدش سلب حريته. هو دلوقتي هو ده مش واجب ومش حق، ده مش واجب، ده شيء مباح. مظبوط، مش شيء مباح. ايه اللي حاصل دلوقتي؟ هل الاشياء المباحه في الاشتراطات اللي بيننا، في العقود اللي بيننا، يمكن ان نقيد المباح ده بالتراضي بيننا؟ طبعا تمام. يعني مثلا على سبيل المثال ان احنا لو في اي عقد من العقود انا اشترطت عليك ان انت لما تيجي البيت ما تبيعليش غيري انا، فاحنا مش بنتكلم، احنا مش بنقيد حريته ولا بنمنع حريته. ده اتفاق بالتراضي، ده بالعكس، هو من حريته ان هو يقبل او لا يقبل. تمام، هو حر ان هو يقبل او لا يقبل. طيب الاشتراطات عموما، شايف حركه ان هي تقلل من نسب الطلاق؟ انا شايف الحقيقه، انا الحل الاساسي عندي هو، انا شايف المساله مساله ترجع الى الوعي بالدرجه الاولى. وخلي بال حضرتك، بص حضرتك انا بعمل ايه؟ الوعي اولا، ولكن الوعي لابد ان يستند الى تشريع، يعني لابد ان نمزج من هذا. في الدراسات الاجتماعيه بتقول ايه؟ بتقول ان في تغيير، احنا عندنا في تغيير بيحصل بالوعي فقط، وفي تغيير بيحصل بالتشريعات فقط. ده عنده احتياجات عشان يبقى، وده عنده احتياجات عشان يبقى. الطريقة الصحيحة هو المزج بين الاثنين، ما ينفعش حاجة لوحدها، لازم نشتغل على الوعي ولازم نشتغل كمان على التشريعات. فأنا لو أني دوت، ما أصلا أنا خايف أن يبقى عندي الاشتراطات دي وعندي تحيلات. بالظبط، هو ده اللي معنى او عشان كده يتحول لخنقه، يبتدي هو بعد فتره يحس ان هو مخنوق. عشان كده الاشتراطات ومصطلح اشتراطات دي وجعاني شويه، يعني اسمحوا لي من وجهه نظري، بس خليني اقول بس هي بتشترط، بس عشان الكلام يكون واضح، انا لست مع فكره الاشتراطات. بمعنى ايه؟ ان العقد الجواز عندي ليس عقدا قائم على الحقوق والواجبات. ايوه، ما اتحولت كده لشركه. لا خالص، طرف اول وطرف ثاني وشرط فاسخ. لا لا لا, لا 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 ما عندناش الكلام ده. احنا الجواز عندنا قائم على القيم السكينه والموده والرحمه. ففكره الاشتراطات وكثره الاشتراطات دي انا لست معها. انا مع ايه؟ مع فكره الوعي. طيب ما اذا كان الوعي ما زال لسه لم يصل الى هذه المرحله، فنحميه بشويه اشتراطات، ولا راي حضرتك يا دكتوره؟ انا مع فكره ان احنا اتنين بنبدا حياتنا مبنيه على اسس موده ورحمه، اتنين بيحبوا بعض، في مشاركه، في تسامح، في معاني نبيله كثيره جدا. نحط اتفاقنا مش اشتراطنا في فتره الخطوبه، ونشوف هنمشي حياتنا بشكل يعني عامل ازاي. ولكن الحقيقة مصطلح اشتراطات دي، ان انا ببدأ حياتي مع شريك عمري في بناء أسرة قائمة على اشتراطات، يعني طيب ما هو كلام الليل زي ما بيقولوا مدهون بزبدة. فترة الخطوبة عناية، عايزة تشتغلي، يا سلام، ده انا نصير عمل المرأة، مش عارف كذا، يا سلام. طبعا هنا بتيجي أهمية، ويجي بقى الكلام بعد الجواز. هنا بتيجي زي ما دكتور عمرو قال حتة التوعية. انا عايزه اقول لحضرتك، احنا النهارده الصبح طلع نتائج الاختبارات القبليه والبعديه الخاصه بتدريبات المخطوبين. عندنا تدريبات متخصصه لفئه المخطوبين، الخطيب والمخطوبه بيجوا يحضروا مع بعض. تمام. النتائج دي متوسط معدل اكتساب المعلومات الجديده 21%. 21% ده رقم على فكره كبير جدا لا نستقل بيه. الشباب لما قعدوا اخدوا مجموعه كده قبل ما يتدربوا، مجموعه من الاسئله بتغطي المحاور اللي احنا بنتكلم فيها، ونفس الاسئله اخدوها بعد ما خلصوا التدريب. فرق 21%، ممتاز، رقم كبير. فانا برضو بأؤيد دكتور عمرو في فكره التوعيه، لا أؤيد ان احنا نبدا حياتنا باشتراطات. خلينا نسميها اتفاق حتى، او يعني اشتراطات دي تقيله قوي. ويمكن حضرتك قلت ايه؟ ما يمكن تسبب خنقه. طب ممكن بعد شويه احس ان هو مخنوق، والراجل بطبيعته ما بيحبش ده. مظبوط. ما احنا لسه بنتكلم عن فهم طبيعه الرجل واهميه فهم طبيعه المراه، وان احنا نتعامل بالشكل ده وعلى اساس
يعني ان احنا نبقى عارفين احتياجات وعارفين الحاجات اللي بتتعبه، اقوم ايداه ويحس ان هو داخل بقى متكلبش. يعني انا بصراحه لا اؤيدها فعلا. سبحان الله، هي وجعل بينكم موده ورحمه مش اشتراطات وعقود يعني. فهذا عشان كده اتفضل، وعشان كده انا متصور في الحقيقه احنا لازم نحط نحدد احنا هنحط ال 80 فين وال 20 فين. احنا هنحط ال 20 في الوعي بالذات والوعي بالآخر والوعي بشريك الحياة والوعي بالجواز. أنا شايف إن التلاتة محتاجين عندنا مشكلة فيهم، إحنا محتاجين نشتغل على التلاتة فيهم. وأنا متصور إن بدل ما نيجي نتكلم على كثرة الاشتراطات، إحنا عايزين نرجع تاني نخلي الناس تثق بنفسها وتثق بالآخرين عشان يقدروا يتجوزوا على إن هم مش أعداء. أنا عندي جواز اسمه جواز الصراع، هم بيدخلوا على إن هم داخلين حلبة ملاكمة ومين هيكسب التاني بالنقاط. يعني انا عندي خمس انماط من الزواج اللي انا ذكرت منهم، زواج الياس وزواج الصراع وزواج التجربه، وعندنا كمان جواز البيزنس، ان احنا بنتجوز مع بعض عشان مصلحه. انا زي فكره الشركه ان ادخل ربحت اهلا وسهلا، ما ربحتش خلاص نفركش الشركه اللي بيننا. اللي عايز اقوله ان احنا لو احنا بصدق عايزين نشتغل نكتر بقى مساله تاهيل المقبلين على الزواج. ايوه انا عندي بقى حاجه تانية، باعتبار ان احنا بنشتغل في مبادرات دايما، عملنا مبادره المره اللي فاتت، انا بتكلم كمان مبادره تاهيل اسره المنشا، تاهيل الوالدين ازاي يتحولوا من كونهم متدخلين في الاسره الجديده في المولود الجديد الى ان هم يكونوا داعمين للاسره. طيب. دي ده حلو، فده لازم لازم ندرب الوالدين زي ما بندرب الاولاد المقبلين على الزواج الشباب. طيب السؤال اللي حضراتكم بس بعد الفاصل، ازاي نقنع بقى الوالدين دول ان هم يعني يرفعوا ايدهم ان هم يخوضوا تجربه الوعي دي، لان هم جايين من موروث تاني خالص، من 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 افكار تانيه خالص. ازاي نقدر نقنعهم بده؟ بعد الفصل أرجوكم خليكم معي.